الفنان أحمد سعد للأسف قد تعرض لأزمة صحية حادة، يدخل بسببها المستشفى لإجراء عملية فورا، وتم التشخيص بأنه النخر العظمي بالفك، وهذا تسبب في فقد جميع أسنانه، وهو مرض يتسبب في تآكل شديد بالفك في عظام الفك، واستدعى متابعة عاجلة ومعرفة أسبابه وكيفية التعامل معها. وأوضح الدكتور محمد السعيد طبيب الأسنان أن هذه الحالة تحتاج إلى تدخل وعملية فورا، وهي حالة التآكل الشديد في عظام الفك مثل حالة أحمد سعد، وأن هذه الحالة غالبا ما تكون ناتجة عن أمراض مزمنة أو وراثية، حتى لا يصاب في تغيير ملامح الوجه أو لا قدر الله فقدان في الكلام. وأوضحت علا بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد أنه يعاني من مشاكل كثيرة، وهي التآكل بالفك، وأنه محتاج عملية خلال يومين، وتطلب الدعاء له. وأن مفيش عظام بالفك خالص، وفي مشاكل كبيرة لابد أن تحتاج عملية. نرجو الدعاء للفنان أحمد سعد، وتم إلغاء جميع حفلاته بسبب هذه الأزمة الصحية.